أهلا وسهلا فيك. أنا اسمي مختار محمد عبد المعبود، وارد الطالب عبد الله. والنهارده عبد الله جاب كام في الرساله؟ يعني عبد الله طبعا في الدعم 82.7 علم رياضه. طب ايه اللي حصل؟ ايه السبب اللي خلاك تيجي تسجل في معامل التنسيق جامعه القاهره مش في معامل؟ والله يعني احنا كنا رايحين نجيب الشهاده الاول من المدرسه، ولقيت على البث المباشر في احد الصحف يعني جايبين ان المعمل منتظر الناس، بس مجرد ان هم يستلموا الايه رقم السر يعني. ولقيت المكان فاضي، وانا اصلا جنب كليه هندسه، لان هو عبد الله في مدرسه السعديه، فجنب كليه هندسه خطوتين بالظبط. طلعت من هنا دخلت لقيت نفسي اول واحد واول طالب. لقيت ان الامتحانات سهله وبسيطه جدا جدا، الاجهزه الكمبيوتر كلها متاحه، المكان مكيف، وهما يعني اللي فهمته طبعا ان في كذا اكتر معمل، بس انا ده اول معمل دخلته، اماكن فاضيه وناس متعاونه جدا جدا يعني. لا لا خالص خالص يعني، الباشمهندس قاعد ساعدنا في البدايات وقاعد معانا لغايه ما نخلص. الله يبارك في حضرتك. هو انا يعني حلم حياتي هندسه، وكتبتها في الاول واحده، بعد كده حاسبات يعني. يعني حلمي من وانا صغير يعني انا اطلع مهندس ميكانيكا. ان شاء الله تجيلك مهندس يا رب. باذن الله خير ان شاء الله.